معارضة المعارضة لأنها مسكينة شافت راسها التراكمة ديالها بعدها ما اللي داروا التراكمات شكون ماشي حد آخر هما واليوم كيجيو كيبقاو يتناقضوا لا خصنا نقولوا ودي كاين مجهود وها اقتراحات ديالنا المعارضة خصها تجيب اقتراحات المعارضة البناعة اجي تجيب الفاس بقى الهدم هذا شيء مرفوض غير معقول وحنا ما محتاجينش لهادشي حنا محتاجين حوايج اخرى لان الان خصنا نشدوا بعضنا بعض وهذا المعرض كيجي في هذه الظرفيه ولكن شحال من دوله مشاركه يكفينا 80 دوله مشاركه غير هذا اشعاع عالمي ان هذا المعرض بالاضافه الى المغاربه يشوفوا شنو عندهم بلادهم يجوا يشوفوا مش ما نقولش ما كاينش ما كاينش ما كاينش